أسعد شرعي دار الكاميرا كاشي للجزائري أقرام. هذاك أخويا حسين، هذاك أقرام كيقولوا أقرام، ورياثة كيقولوا أمراض. دار أنا ولد عرفت كاميرا كاش. الجزائريين مساكن بتلعوا الطعم، شوف انا قلت انا اللي شمع فيلم يا ربي شي واحد من الاخوان ولا شي، ما عرفت ما عقلتش. اخي على مدار الله يحفظك خويا امين، الله يكبر ليك العزيز. شي واحد قلتها له في البريفي، قلت له راه غير لعبه شي واحد ما عرفتش شكون هو يا ربي، قال لي راه سعد الشرعي غادي للجزائر. قلت له فين الجزائر يا ودي غادي. فتحوا اللايفات الجزائريين، وشي واحد يقول لهم لا راه بغاتوا الدوله، راه ما لاش ما خصكمش تبينوا بانكم همجيين، ما خصكمش تبينوا بانك دار تقدر تلقى شي حاجه وكذا والصوره ديال الجزائر. والله العظيم شي وحدين يقولوا لهم لا ولا كان راجل كذا. بونيف قال له ويلا دخلتي الشعب غير يدير شو كيحب كيحرض الشعب. ايه ويلا راجل سير نتا المطار، ها تحرض الناس تمشي للحبس، ايوا سير نتا بونيف ويلا كنت راجل سير نتا المطار وقفت ما في البال، الا دخلته الدوله انت ما تدخلوش وضربوا ودير فيه جي ورد الاعتبار راسك ياك عاد يبهدل فيك انت. وبسببك كان يبهدل بزاف ديال 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 التبابينه بسببك انت. يعني يعجبوني غير فكدا وكدا غيديرو. المهم في التالي ما مشالهمش. هذا ماشي موضوعنا، الموضوع على خوتي هو شي وحدي من خوتنا المغاربه في واحد اللايف، ما غنقولش شكون باش ما يغضبوش عليا ويقولوا ودي راه كذا. عرفتي دار واحد التحليل داك المشيه اللي دار للجزائر، المشيه الوهميه اللي دار للجزائر، واحد التحليل يا جدك فيه شي ساعه ونص ولا جوج ساعات، وقراوه مع داك الشيء اللي كان وقع هنا يوم جي ديال الاولى دار في الاول كيفاش كان مع ياسر ومن بعد ياسر خرج منه واللي مشى كله. وحنا من غيديروا غيفعلوا وين عرفتي واش تحيل، وداك الشيء مشى للمؤامره الصهيوناسونيه ومش عرفتي واحد التحليل اخوتي، وانا كنموت بالضحك اقسم بالله العظيم اللي كنموت، لاني عارف ومتاكد 100% انه ما غيمشيش للجزائر. ولكن للامانه انا ما سحبليش غادي يجي للمغرب، انا قلت المهم طياره غادي لشي بلاصه، يا اما ماشي كادباخ ولا غادي لريال مدريد ما عارف من ليفربول سميتو الاف سي برشلونه ولا شي حاجه. المهم دابا الاخوان قال لك راه جا لمراكش. مجده مرحبا مدعم. زوينه دابا هادشي كامل باش نربطو مع مراكش. مراكش من اولاد عمي بنات عمي، راكم شفتوا شي فيديوهات؟ وفي اتصال لنا مع مراسلنا في 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 لندن قال لك لا طوندونس الان في الانجليز، طوندونس كامله نتاع الانجليزه كاملين مراكش. اش وقع الله اعلم. وزاره السياحه ديالنا قال لك دايره تما شي اعلانات وشي هذا تما الانجليزه يا جدك كلشي. دابا يعني نقولوا حنا الموضه نتاع الانجليزه هي مراكش، مع عندهم داكشي ديال عيد الصفح، عيد الصفح ياك الصفحه عيد الصفح، الطوابير في المطارات لهيه وفي مراكش، اربع رحلات يوميا الى مراكش من مطار واحد. كنت كنتكلم غير مطار واحد في الانجليز، دايرين اربعه وغيزيدوا يمكن، وعاد الباقي المطارات شي ثلاثه ولا اربعه المطارات اخرى، يعني بالقله واحد 20 رحله يوميا الى مراكش، بلا الرحلات الاخرى الى الدار البيضاء ولا اكادير ولا طنجه ولا. يعني دابا الاخوان مع هذه العطله نتاع العيد حتى داخليا السياحه الداخليه، لطيفه مرحبا متعمي مرحبا تحياتي لك. السياحة الداخلية جوج ديال البلايص عمرو مراكش والشاون، تا الشاون تبارك الله وصل النبي عاود
يعني داكشي نتاع اقشور وداكشي نتاع واد القمار والشاون المدينة والمناطق المحيطة بالشاون حتى اكادير. دونك مراسلنا من اكادير خويا ويل سميد يؤكد حتى اكادير. نشوفوا الاخ كماتشو ماذا يقول. حتى حنا عندنا عيد القصح. هما عندهم الفصح حنا من القصح. ايش غدير اخي كماتشو. تحياتي العزيز كماتشو. تحياتي لك. غزالة الشاون طبعا الشاون فيها واحد اسبري واحد الروح واحد عجيب جدا واحد سكينة الشاون. انا كندخلها كنحس بوحدي واحد الراحة. الشاون الحسيمة يمكن حيت ولد الحسيمة. انا الحسيمة اقسم بالله غير كنرقب على الحسيمة هكذا يا اما من العقبة تاع بوعلمة ملي كنكون جاي من كازا ولا من الجهة تاع تمسامر ملي كنكون جاي من الناظور ولا ملي كنوصل للرواضي. كنوصل للرواضي ملي كنكونوا غاديين من هنايا من تطوان طنجة. كنوصل للحسيمة خويا ملي كنقرب غير كنرقب داك الهواء واحد الراحة كاع في شكل. المهم انا كندير الاشهار الحسيمة من الاخر. اخوان اخوات خوتنا المغاربة نتاع اللي في الميريكان اللي في اوروبا اللي كدا اللي تجو في العطلة الحسيمة غير وكان حاولوا تجيو شوية بكري قبل ما نطر دق البشر اللي لقى كيفاش يقدر يمشي شهر 6 سيستمتع. البداية شهر 7 سيستمتع. الوسط نتاع 8 الأواخر نتاع 7 والوسط نتاع 8 غيكون البشر بزاف. إلا كان كنشوف البشر بزاف مزيان الكوكب. حنا شحال ما كان البشر بزاف مزيان الناس الحسيمة. إذا مراكش بن عمي كما قلنا القضية مزهرة قضية ناشطة. تحياتي أنهيت وابن عمي المواضيع اللي عندي اليوم في هذا اللايف ونيت مع الطلب نتاع الابن ديالنا الصغير المصون اللي قال خصو اللي معاه الكرة. كنقول له وكلت عليك الله أبونو لكن أبونو دابا يا إما غير يخرج بحالك بونو يا إما راه كيعضب به. الاخوان الخبر بن عمي ديال بلجيكا ما فراسيش اشتيوا بنت عمي. الا كان شي خبر بارطاجيه معايا في البريفي غدا نديروا عليه عاود شي جلسه. وباش نسد القضيه الاخوان اللي مازال كانوا كيستناو انني نتكلم في داكشي اللي تكلمنا فيه البارح والبارح عبر نص لن يتحدث في الامر. صافي التمس من اي اخ او اي اخت في اي مكان في اي لايف بلا ما يحرج راسه ويحرجني معه. أبرنص سد الموضوع سدا صافي. تحياتي لكم إلى اللقاء. إذن